يمكن كمان يا احمد لاعبو الاهلي واعضاء الجهاز الفني بيجروا النهارده مسحه كورونا خلال ال 48 ساعه اللي جايه، بخلاف طبعا الرابيد تيست للاطمئنان على عناصر طبعا جهاز الكره بعد اصابه الثنائي علي لطفي وياسر ابراهيم. طبعا بنتمنى لهم الشفاء ويرجعوا بالف سلامه. وبرده ديفيد سيزا المدرب العام تم اصابته بفيروس كورونا. الاهلي طبعا زي ما حضراتكم عارفين هيواجه نادي مصر المقاصه يوم السبت اللي جاي ضمن مباريات الجوله ال 28 من بطوله الدوري. ومسؤولو الاهلي اكدوا ان هم مش هيكتفوا بالبروتوكول المتبع حاليا قبل المباريات باجراء الرابيد تيست بس، لا كمان هيتم عمل مسحه للجميع، خاصه ان الفريق كان بيعسكر اسبوع في الاسكندريه وبتحديد في برج العرب في وجود طبعا الثلاثي المصاب قبل مواجهه الاسماعيلي والاتحاد في بطوله الدوري.